24 اليوم الجمعة. طبعا قبل قليل وصل إلينا أعداد من الإصابات ومن الشهداء بسبب استهداف في منطقة بن ناجي. الوضع على ما هو عليه في مستشفى كمال عدوان. نحن نتحدث عن تكدس في أقسام القسم العين المركزة، ونحن أمام تحدي جديد ووضع كارثي سيكون في الساعات المقدمة إذا ما كان هناك إسعاف لإسعافنا بالوقود. نحن الآن نتحدث عن قسم حساس، قسم يقدم خدمات صحية متقدمة، وأمامنا 24 ساعة. ليس مستشفى كمال عدوان وإنما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة والأندونيسي أيضا على وشك أن تنفذ كميات الوقود المتبقية، ونحن أمام كارثة صحية حقيقية. إذا لم يكن هناك فعلا إدخال للوقود ستكون هناك مصيبة. هذا هو القسم الذي يقدم خدمات العناية المركزة كما ذكرنا في السابق للأطفال وللكبار، لعدم وجود قسم عناية في شمال قطاع غزة. لذا من هنا نناشد العالم وحقوق الإنسان والمجتمع الدولي بأن يقوموا بدورهم الحقيقي للسماح بإدخال الوقود اللازم لتشغيل مستشفيات الشمال والوفود الطبية المتخصصة حتى نستطيع أن نقدم خدمة آمنة.